كانت الامور افضل. مشيت ليه من الاسماعيلي دلوقتي؟ ما اعرفش والله. على فكره يعني انا علاقتي بالنادي الاسماعيلي علاقه قويه جدا جدا يعني. انا ما بشتغلش مدير كوره، انا اشتغلت مرتين ثلاثه في ازمات نادي الاسماعيلي، ولن اقبل ان انا اشتغل مدير كوره في اي حته، انا مدير فني. وطبعا كانت الاشتراطات دايما في وانا بشتغل مدير كوره ما تتدخلش في الشؤون الفنيه. حاضر خلاص، انا شغلي وعارفه كويس جدا يعني. بس ف يعني انا مشيت من نادي الاسماعيلي مرتين ثلاثه او يمكن اربعه كمان يعني. انا مره قدمت استقاله وثلاث مرات انا مشوني يعني. ومعظم الحالات اللي هي اللي انا مشيت فيها انا مش عارف انا مشيت ليه. انا مع حضرتك، ما تقلقش، الوقت معانا ويعني وقت البرنامج يعني يعني ما فيش مشاكل لحد ما نوصل لنتيجه. بس يعني يا كابتن، والله ما اعرف، والله يعني والله ما اعرف. انا بقول لحضرتك انا علاقتي بالنادي الاسماعيلي علاقه قويه جدا يعني، زي كابن من نادي عشان الناس يعني. تسمعنا لازم اكيد يبقى في منطق يعني. حتى اختلفنا على حاجه، كان في حاجه يعني، انا علاقتنا زي الفل، صحيت الصبح مشيت. والله يا كابتن سيف، بص انا اما بلغوني يعني احد اعضاء مجلس الاداره بلغني وكده، فهو يعني مستصعب الامور جدا، فانا سهلتها عليه يعني. فقلت له ما فيش مشكله خالص يعني، وده النادي بتاعي وكده يعني، وحتى لو النادي يعني احتاجني في اي وقت تاني هرجع، ما فيش مشاكل خالص يعني. طب انت توقعك ليه يا كابتن؟ يعني انت اكيد برضو متوقع يعني، عندك فكره؟ والله يعني انا ما بقتش ارد على التليفون لمده اسبوع كده يعني، بعد ما عشان انا مش عايز مش يعني علاقتي بالنادي الاسماعيلي لازم تبقى فوق كل التصرفات او النتائج يعني. علاقتي بالنادي الاسماعيلي علاقه جميله جدا، لان هو السبب في اللي انا فيه ده كله بعد ربنا. ما كده يا كابتن ما تبقاش جميله. لا والله يعني انا النهارده بس احنا نمشي واحده واحده. اتفضل. يعني برضه حضرتك اقنعني، اما امشي من مكان ثلاث مرات انا مش عارف السبب يمشيني ويرجعني يعني، اكيد وانا ماشي في مره مش هرجع يعني. انت حتى طبيعه اي نادي، اهلي زمال اي نادي، وانت بتمشيني لازم تمشيني بطريقه يعني طريقه انا مقتنع بيها، خلاف حاجه عملتها نتناقش لا فيها. انا مره واحده بس اللي انا مشيت فيها وانا كنت عارف ليه يعني. وانا مشيت، لكن انا في ايام يعني اوقات كثيره جدا ما اهم شيء اوكي، ولا بسال حد ولا بقعد ادعبس كده وادور ولا بتاع، لان انا انا هروح اشتغل في اي حته يعني الحمد لله بس يعني. يا كابتن، بس يا كابتن يعني حضرتك قيمه وقامه كبيره، ربنا يخليك. طبيعي ما انا اجي ادي مكان، حتى لو انا هيجي يطلع قرار، ده طالع قرار اقاله، فممكن يطلع مثلا توجيه شكر، ممكن اقول لحضرتك ايه يا كابتن في اتجاه لكذا مثلا، حضرتك اعتذر عن مثلا الاستمرار، لكن يعني بتطلع بشكل قاسي جدا بدون اسباب، مستحيل يعني. انا النهارده انا اكلم حضرتك عن انا كسيف، جه حد النهارده ماشي انا شغال في حته مش عايزينك، تمام حضرتك ماشي، ايه اللي سبب الخلاف يعني حضرتك مش انت مش عايزني ليه؟ اكيد يا انا مقتنع ان انا مقصر في حاجه ولازم تديني فرصه، اديني فرصه ان انا امشي، انت تمشيني ليه؟ انا شغال بقالي فتره وبروح وباجي وعندي انتماء للمكان بشكل كبير. والله يا كابتن سيف، انا بقول لك علاقتي بالنادي الاسماعيلي يعني اقوى من ان انا اقعد اسال وازعل وكده يعني، لان انا بقول لك انا رايح اصلا مجامله يعني، انا رايح مجامله للنادي الاسماعيلي. انت زعلت يا كابتن؟ ما هو برضه يعني هي يعني برضه طبعا كابتن انا لازم مش ملاك يعني. انا طبعا انا خدت ساعتين ثلاثه طبعا زعلان جدا يعني. كان في رمضان و 20 رمضان ولا 21 رمضان او حاجه زي كده، فطبعا زعلت يعني. بس اولادي تاني يوم بيتكلموا معايا بيقولوا لي انت احنا مستغربين يعني، انت اول مره ما تزعلش يعني. فقلت لهم لان انا اصلا يعني انا مش شغلتي مدير كوره، فانا هطلع اشتغل مدير فني تاني واشتغل في كمدرب يعني، فالامور بالنسبه لي يعني مش وحشه قوي يعني. طب اللي قال لحضرتك كده ما قلتلوش سيبني اعتذر؟ ابسط حاجه بقى، انا ما تفرقش معايا الكلام ده خالص يعني خالص يعني، انا اللي مشيت النادي اللي مشاني ولا تفرق معايا حاجه، اهم حاجه ان انا ما اكونش غلطت في حاجه وحشه يعني. يعني انا مش خارج عشان حاجه وحشه في التصرف
سيء مني يعني الحمد لله. فأنا عامل واجباتي على أكمل وجه وكان شغلي كويس جدا وأنا عارف يعني. ولو الناس رجعوا كلموك كابتن صبر عايزينك هترجع نادي الإسماعيلي يكلمني في أي وقت لازم أروح صراحة. كابتن معلش يعني أنا اتعمل 3 ماتشات أو 4 ماتشات النادي الإسماعيلي عملهم لأربع لعيبة فقط، كابتن علي أبو جريشة وكابتن أسامة خليل وأنا وواحد تاني معرفش مش فاكر بس يعني. فالكلام ده أنا مش هنساه أبدا يعني. النادي الإسماعيلي المهندس صلاح صاب الله يرحمه وأنا بقول أنا مش هلعب تاني أنا عايز أبطل يعني كورة وبتاع، فطب فكر شوية طب استنى شوية المهم يعني في الآخر قال له طيب يا كابتن شحتة ده يتعمل له مرتب لآخر السنة، كنا في الصيف يتعمل له مرتب طول السنة، يتعمل له مكافآت مع الفريق طول السنة، يتعمل له ماتش اعتزال. فأنا بصيت للمهندس صلاح صاب الله كده وقلت له أنت حضرتك بتتكلم جد؟ قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني أنت ممكن تعمل لي ماتش اعتزال؟ قال لي أه طبعًا، أنت لو لعبت هنا 3 أيام كنت هعمل لك ماتش اعتزال.